متابعينا الكرام في جمهورية مصر، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة جوية خاصة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في أراضي الجمهورية خلال الأيام القادمة، حيث أصدر طقس العرب تقريرا يفيد بتأثر مناطق واسعة من جمهورية مصر بحالة وموجة حارة قوية لكنها مترافقة في ذات السياق مع أجواء شبه استوائية. سنتعرف على التفاصيل بأسباب ذلك وتوقعات الجوية خلال الأيام القادمة. نبدأ نشرتنا الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية مساء يوم الخميس، والتي أشارت إلى اندفاع سحب وكميات وغيوم قادمة من مناطق جنوبية باتجاه معظم مناطق الغربية الشرقية من الأراضي الجمهورية، وامتدد إلى أراضي سيناء. وأيضا تشكلت سحب ركامية رعدية اليوم في بعض الأجزاء الوسطى من مناطق الجمهورية، كانت مسحوبة بالبرق والرعد وهطول الأمطار، وهو بداية لتأثير الأحوال الجوية غير المستقرة. سنتعرف بالتفصيل أكثر على سبب ذلك، وحيث نبدأ بوجود امتداد لكتلة هوائية حارة في طبقات الجو السفلى القريبة من سطح الأرض، حيث تندفع رياح ساخنة قادمة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، أي بمعنى آخر قادمة من صحراء الجزيرة العربية. تندفع تدريجيا هذه الكتلة إلى الشرق، إلى الغرب عفوا، لتصل إلى معظم مناطق الأراضي المصرية. هذه الخريطة متوقعة يوم السبت بمشيئة الله تعالى. فإذا هذه الخريطة اليوم الجمعة تمتد أكثر، السبت تمتد إلى تشمل مناطق أوسع من الجمهورية، ومن ثم يومي الأحد والاثنين تغطي هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة المرتفعة للغاية معظم مناطق الجمهورية، وتسجل درجات حرارة أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام، بما يفوق تقريبا 10 أو 12 درجة مئوية عن الوضع الطبيعي. كما تلاحظون مع يوم الاثنين تغطي معظم مناطق الجمهورية هذه الكتلة الهوائية الحارة والمندفعة من صحراء الجزيرة العربية، وهي ناتجة عن وضع جوي معين عبارة عن منخفض جوي ممتد من البحر الأحمر يؤدي إلى اندفاع هذه الكتلة الهوائية الساخنة بهذا الشكل. ولكن على الجانب الآخر تترافق هذا الامتداد للكتلة الهوائية الحارة نحو أراضي الجمهورية باندفاع لهواء بارد على نحو غير معتاد، لكن في طبقات الجو المتوسطة والعليا. هذه الدائرة المتواجدة تقريبا في وسط الجمهورية كانت اليوم هي كانت المسؤولة بعد مشيئة الله على بدء تطور الأحوال الجوية غير المستقرة، وكما تلاحظون يتسع وتتسع رقعتها خلال ساعات نهار يوم الجمعة لتغطي معظم مناطق الجمهورية، لا سيما في المناطق الشرقية من الجمهورية، وتستمر بالدوران في ذات المنطقة كما تلاحظون، وتستمر بالتموضع فوق أراضي الجمهورية لفترة طويلة لمنتصف الأسبوع المقبل، مما يؤدي إلى حدوث ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي. تحدث هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي عندما يتلاقى هواء بارد في طبقات الجو المتوسطة والعالية مع هواء ساخن للغاية في طبقات الجو المنخفضة. إضافة إلى ذلك فإن هناك اندفاع لتيارات هوائية رطبة شبه استوائية تزيد من عدم الاستقرارية الجوية بشكل عام. بالنسبة يعني للمشهد العام لما يتوقع ناحية الهطولات المطرية، إذا هذه التوقعات الهطولات المطرية نهار يوم الجمعة. كما تلاحظون الجمعة يتوقع أن تتهيأ معظم المناطق المطلة على البحر الأحمر للمرتفعات الجبلية لهطول زخات رعدية من الأمطار. هذه الزخات الرعدية من الأمطار بالعادة تكون مرفقة بهطولات غزيرة، أيضا مرفقة بنشاط كبير في سرعة الرياح، وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في تلك المناطق، وبالتالي يجب الانتباه للغاية من هذه الغيوم الركامية تتشكل فوق المرتفعات الجبلية. أيضا تمتد بعض من هذه الزخات الرعدية من الأمطار مع ساعات العصر والمساء غربا باتجاه مناطق وسط الصعيد بما فيها مناطق أسوان على سبيل المثال، وربما أيضا تمتد إلى بعض مناطق من الفيوم والمناطق الجنوبية من القاهرة، وأيضا إضافة إلى بعض مناطق يعني أسوان كما ذكرنا، وهذه المناطق جميعها ربما تكون متعرضة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار. لا ننسى طبعا أن سيناء تحت وقع كبير لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، وهناك توقعات بهطولات أمطار رعدية على معظم المرتفعات الجبلية في وسط وجنوب سيناء بمشيئة الله تعالى، وتلك المطلة على البحر الأحمر. طبيعة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي أنها مع ساعات الليل تتراجع بشكل نسبي، فكما تلاحظوا ليلة الجمعة على السبت تتراجع فرص هطول الأمطار، ربما تبقى فرص لكن في نطاقات جدا ضيقة. تعود مرة أخرى الفرص كما تلاحظون يوم السبت، تشتد من
جديد فرص هطول الأمطار، ولكنها في منطقة مختلفة هذه المرة، حيث تركز على الجبال الغربية ولكن تمتد إلى مناطق في داخل عمق الجمهورية، وبالتالي لا نستبعد أن نرى أمطار رعدية في المدن المصرية بمشيئة الله تعالى، بما فيها حتى ربما أجزاء جنوبية من القاهرة، إضافة إلى معظم مناطق سيناء وحتى قد تصل بعض مناطق السويس، ولكن مناطق المنيا وأيضا الفيوم، إضافة إلى أسوان وحتى الأقصر، مهيئة سواء الجمعة أو السبت لأن تشهد أمطار رعدية. لكن غدا الجمعة أفضل الفرصة في بعض المناطق من السبت، فتتغير الفرصة من يوم لآخر، ولكن بشكل عام موجودة هذه الفرصة. نعيد ونكرر بأن هذه الأمطار طبيعتها أن تكون رعدية غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، تعمل على تشكل السيول وجريان الأودية، وربما تسبق أحيانا بسرعة كبيرة للرياح السطحية عند حدوثها، مثيرة للغبار والأتربة. كل ذلك مترافق مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وبالتالي الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة. تستمر هذه الفرص موجودة كما ذكرنا إذن يوم السبت، وتهدأ ليلة السبت على الأحد. كما تلاحظون مرة أخرى يوم الأحد تعاود مرة أخرى تعرض معظم المناطق لأمطار رعدية، وهذه المرة أيضا يوم الأحد تمتد أكثر إلى عمق أراضي الجمهورية، تشمل معظم مناطق وسط الصعيد بمشيئة الله تعالى. كما تزداد الفرصة لأن نرى حتى في القاهرة فرصة لأمطار رعدية بالرغم من الأجواء شديدة الحرارة المتوقع أن تسيطر على مدينة القاهرة خلال الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. وهذه كمان توقعات الأمطار يوم الاثنين، وهي متشابهة على ما كان عليه الحال خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى توقعات، إذن مجمل التوقعات الجوية بمشيئة الله تعالى في الجمهورية، إذن يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تحطل هذه الأمطار الرعدية بشكل يومي. وكما لاحظتم إذن كان لدينا أمطار في مناطق مختلفة من المنطقة، درجات الحرارة في القاهرة تتجاوز 40 درجة مئوية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، وقد تصل إلى 42-43 درجة مئوية منتصف الأسبوع القادم. طبعا هناك المزيد من التغطية الحية لهذه الأحوال الجوية المسيطرة على الجمهورية بمشيئة الله تعالى عبر موقع طقس العرب الإلكتروني أو عبر تطبيق طقس العرب، يمكنكم الدخول إليه ومعرفة حالة الطقس في منطقتكم. كما سنقوم بالتغطية المباشرة أولا بأول لهذه الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى في أراضي الجمهورية خلال الأيام القادمة. نرجو منكم الحذر في التعامل مع هذه الأحوال الجوية، أول شيء الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول سيما في المناطق الشرقية المطلة على البحر الأحمر، وعدم الاستهانة بهذه التنبيهات. الأمر الآخر هو عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، والأمر الثالث هو الانتباه أيضا من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء إن حدثت نشاط كبير في سرعة الرياح بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في هذه النشرة الخاصة لجمهورية مصر. تابعونا دائما عبر وسائلنا المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.